الرب يفتح ولا احد يغلق الرب يفتح امامك ابواب النجاح ابواب التعويض ولا يستطيع احد ان يغلق هذه الابواب طالما ليك علاقه حقيقيه مع الرب امن ان الرب بيفتح ابواب النجاح ابواب التعويض لو بتخدم الرب آمن أن الرب بيفتح أبواب الثمر المئة ضعف الثمر الكثير جدا وآمن أن لا يستطيع أحد أن يغلق هذه الأبواب زي ما الرب قال عن كورش أنه يفتح أمامه الأبواب وعطى الوعد والأبواب لا تغلق لو أنت خايف أن في باب اتفتح الرب فتحه هيتقفل لا الرب يفتح ولا احد يغلق، قول معايا الابواب لا تغلق باسم الرب يسوع، ابواب الخدمه لا يستطيع ابليس ان يغلقها، قل معايا ابواب النجاح لا يستطيع ابليس ان يغلقها، ابواب الثمر الكثير لا يستطيع ابليس ان يغلقها، ابواب التعويض لا يستطيع ابليس ان يغلقها. عزيزي المشاهد ارى لك في بدايه الحلقه ايه من سفر استير قالها رجل الله العظيم مردخاي بعت لبنت عمه استير بيقول لها ان سكتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاه من مكان اخر استير كانت الملكه زوجة الملك ملك فارس وشعب الرب كان في خطر فهو كان بيقول لها اتوسطي عند الملك وهي بعتت قالت له انا مش قادره لان في ظروف معينه ممكن عزيزي المشاهد تقرا هذه الظروف في استير الاصحاح الرابع رد عليها قال لها ايه؟ قال لها مش مهم في مكان آخر الرب يجيب منه الإنقاذ كان عنده إيمان عظيم عزيز المشاهد لازم يبقى عندك هذا الإيمان إن الرب عنده أماكن كثيرة أخرى لو المكان ده اتقفل لا عنده أماكن أعظم ولو استير تخلت عنك الرب مش هيتخلى عنك شوف مردخاي بيقول لها إيه رغم أنك أنت الملكة وأنت بالعقل ما غيرك مش مهم إن سكت سكوتا ما تكلمتيش مع الملك في هذا الوقت مش معنى كده إنك إنت ما تكلمتيش وإن إحنا نضيع لا يكون الفرج والنجاة من مكان آخر عزيزي المشاهد دائما يوجد مكان آخر دائما عينك ما على إنسان عينك ما على استير حتى لو استير دي الملكة عينك تبقى زي عين مردخاي على الرب إذا تخلى عنك فلان الرب لن يتخلى عنك الرب قال لي, قال لي يشوع إيه موسى عبد قد مات أنت كنت معتمد على موسى خلاص موسى رحل بس أنا ما رحلتش أنا معاك أنت كنت مسنود على موسى يا يشوع وده كان كويس ده كان مني لكن موسى رحل خلاص عبد موسى قد مات اتكل علي أنا أنا عندي دائما عندي مصادر لتسديد الاحتياجات متنوعة رب عنده مصادر كثيرة للإنقاذ قال كده شوف كده الرجل الله مردخاي بيقول, بيقول إيه لإستير بنت عمه إن سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة من مكان آخر عزيزي المشاهد لو في مكان كنت حاطط فيه الامل او شخص كنت حاطط فيه الامل المكان راح الشخص تخلى عنك قول كلمات مرضى خاي قولها بثقه بايمان عند الرب مكان اخر عند الرب مصادر اخرى عند الرب زي ما الايه العظيمه بتقول عند السيد الرب للموت مش مخرج واحد مخارج هاللويا عزيزي المشاهد بنكمل مع بعض التأمل في حياة يعقوب من سفر التكوين أصحاح 28 التكوين هو أول سفر في الكتاب المقدس كتب سفر التكوين موسى النبي الهام بالروح القدس يعني هو ملهم بالروح القدس كتب سفر التكوين وكتب معاه أربع أصفار تكوين خروج لويين سفر العدد سفر التثنية خمسة تأمل من سفر التكوين أصحاح 28 أنا واثق أن الرب هيكلمك يقول الكتاب أن يعقوب ساب الحتة اللي كان عايش فيها مع أهله وذهب ومنطلق نحو حران ليه لأن يعقوب هربان هربان من البيت بتاع العيلة ليه؟ عشان اخوه عايز يقتله، عيسو عايز يقتل يعقوب. في بغضه في حسد بين الاثنين اخوات وده دي مش اول مره نلاقي اخ عايز يقتل اخوه، ده اول اثنين اخوات واحد فيهم قتل الثاني يعني الكتاب بيقول كده بيقول ان قايين من حسد هابيل وقتله باسم الرب يسوع بيوتنا ما يبقاش فيها أي أنواع القتل ما القتل مش هو بس القتل الحرفي يعني ما يبقاش في حد في البيت بيقتل معنويات الشخص الآخر بيحطمه بي بيجيب له صغر نفس بيجيب له إحساس بالفشل لا احنا دايما نبني بعض مش نهد بعض ما نهدش بعض لا احنا نبني بعض نبقي زي عيسو ما زي مع يعقوب نبقي زي قايين مع هابيل باسم الرب يسوع كنيسه غلاطيا كان كان فيها كده وبولس بعت لهم غضبان وقال لهم انتوا كده بتاكلوا بعض بتنهشوا في بعض هتدمروا بعض باسم الرب يسوع لا يكون في بيوتنا ده ولا يكون في كنايسنا ده باسم الرب يسوع يعقوب هربان لما يقول الكتاب وصادف مكانا وبات هناك ايه 11 الحقيقه المكان ده جنب آآ آآ مدينه تسمى مدينه لوز ما هو ما ينام جوه المدينه ليه؟ لانه خايف لو نام جوه المدينه ممكن عيسو اللي عايز يقتله يكون وصل دور عليه فمن خوف يعقوب بات بره المدينه في الصحراء خوف الخوف ده شيء خطير بيخلي الناس تعمل حاجات مضرة بيضروا بيها أنفسهم باسم الرب يسوع تصرفاتنا متبقاش نتيجة الخوف مش بعمل حاجة عشان خايف أنا بعمل حاجة عشان رب قدني في فرق بين الاتنين يعني إبراهيم مثلا خاف أن يموت من المجاعة راح على أرض مصر ده نتيجة خوف إيه اللي حصل؟ الضر وعيلته اتضرت وتقدر تقرا ده في سفر التكوين برضه لانه راح مصر نتيجه الخوف مش نتيجه ان سال الرب يا رب احنا الوقت في مجاعه اروح مصر والرب وافق له لا ده اتحرك نتيجه الخوف لما نعمل حاجات نتيجه الخوف لا نضر انفسنا الرب مش عايزنا نعمل حاجات نتيجه الخوف ولا نتيجه الخوف ولا نتيجه الاغراء لحاجه تغريني ولا حاجه تخوفني تخليني ابعد ولا حاجه تغريني تخليني انجذب انا الخوف بيدفعني ابعد اسال الرب حاجه بتغريني شغل حلو بغريني عشان اشتغل فيه اسال الرب المؤمن لا يتحرك نتيجه الاغراء او التخويف يتحرك نتيجه قياده من الرب اه كويس انك انت تنجذب وبتقول اه دي حاجه جذابه لكن اراجعها مع الرب الخوف حاجة كويسة أنها تبعدك عن مكان فيه خطأ بس برضو لازم نستشير الرب يمكن الرب مش عايز نروح مصر عايز نروح بلد تانية فالأمان كل الأمان أن تكون في المكان الذي يحدده لك الرب هو ده الأمان فهنا يعقوب من الخوف راح في راح نام في الصحراء برا المدينة علشان عيسو ما يلاقوهوش وطبعا هينام ازاي يقول لك اخذ من حجاره كان الشمس كانت غابت ظلام فاخذ من حجاره المكان ووضعه تحت راسه يعني اللي ال ال كان يعقوب ده من عيله غنيه يعني اسحاق ده كان غني جدا والكتاب بيقول كده انما نتيجه الخطيه اللي عملها ونتيجه ان خدع ابوه آه يعقوب خدع أبوه اسحاق وغشوا آه ونتيجة كده الرب عايز عايز يأدبه عايز يدوقه من مرارة الخطية تقول لي ده معناه ان الرب ما سامحوش لا سامحه لكن الرب عارف يعقوب اتغير وكره الخطية ولا لا ما واحد بيقول لي طب انا تبت ليه الرب يأدبني سؤال آه وجيه سؤال حلو يعني يقول لي انا تبت خلاص اقول لك انت توبت بس ما كرهتش الخطيه توبت يعني بطلت الخطيه ده قصدك لكن ما كرهتهاش فعشان تكرهها محتاج تدوق شويه من نتائجها يعني ليه الرب بيخلينا شويه ندوق نتائج اخطائنا رغم ان احنا توبنا ورغم ان هو سامحنا طبعا هو سامحنا الرب بيسامحنا على طول لأن الرب دايما بيرانا تحت الدم والدم بيغطي خطايانا بيرانا في المسيح فإحنا دايما هو دايما بيسامحنا إنما طب تقول لي طب إزاي ده تناقض بيسامحني وبيعاقبني أقول لك ده ما تسموش عقاب ده بيكرهك في الخطية اللي عملتها هو الوحيد اللي يعرف أنت كرهتها ولا لأ لو انت لسه ما كرهتهاش وميال ليها لا لازم تدوق من نتائجها من المراره بتاعتها من الالم بتاعها علشان لما تتعرض لاغراء تاني ما تقدر تتحكم في نفسك يعني تقدر تقول لا لانك كرهت الخطيه فالرب بيأدب يعقوب عشان يتشال منه من شخصيته الطريقه اللي عالج بيها الامر طريقه اللف والدوران والغش والخداع عشان يوصل لاهدافه دي حاجه كانت في شخصيته والانتهازيه انه ينتهز ان فرصه اخوه جعان يقوم ياخد منه البكوريه عايز الرب يشيل منه الانتهازيه والمكر وال... فلازم يدوقه ومن اللي زرعه يعني هو زرع شوك لازم يدوق شويه شوك عشان يكره اللي عمله فما يرجعش ليه. عزيزي المشاهد هنا بقى يعقوب تعبان كان في بيت غني بقي فقير دي اول حاجه، كان في بيت فيه ناس في حركه بيسمع مامته بتكلمه بيتكلم معاها بيتكلم باباه بيتكلم اصحابه هنا بقى هربان وحيد يعني من غني لفقير. من شخص اجتماعي لشخص ما عندوش حد من شخص بينام على مكان مريح لشخص بينام يقول لك المخدة بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن الحجارة حجارة المكان يعني عمل منها مخدة وكمان مهدد حاجة صعبة أكيد كانت حالته سيئة جدا نفسيته كانت سيئة جدا معنوياته منخفضة جدا زي ما تجيب واحد مثلا كان عايش في قصر وبعدين يروح السجن شوف بقى معنوياته يبقى شكلها ايه هو ده الحدث ليعقوب والرب سمح بكده عشان يعلمه يعلمه ايه ان الخطية وحشة واشكر الرب لو هو بيدوقك من مرارة الخطية اشكره ده دي حاجة كويسة تقول ايه كويس فيها اقولك عشان ما ترجعش للخطية لكن لو رجعت الخطية الخطية ليها مدمرة فالرب عايزك ما ترجعش للخطيه، الرب عايزك ما ترجعش للعلاقه دي فيدوقك شويه من نتائجها عشان ما ترجعش، لكن الرب بيعمل كل حاجه بمهاره ده الاله الحكيم يعني مش بيعملها اللي بيها يدمرك، لا بيخليك تدوق شويه من نتائج الخطيه بالقدر اللي تستفيد يخليك تستفيد وما تتهدمش وتتدمر فيعقوب هنا ما تدمرش لان رغم انه بيدوق نتائج الخطيه لكن في نفس الوقت بيشوف الرب وبيشوف ايد الرب وبيشوف ازاي الرب بيعامله بنعمه غنيه الاتنين مش ضد بعض يعني ان الرب يعاملك بمحبه وعطف ده مش ضد ان في نفس الوقت بيقرص على ودنك شويه بيستخدم العصايه شويه الاتنين مع بعض يكملوا بعض الاتنين مش ضد بعض وده مهم قوي ان احنا نضع في اذهاننا في في التربيه يعني انت بتربي اولادك لازم يبقى بتادب وعشان يكرهوا الغلط بس في نفس الوقت بتشجع وعندك محبه يعني الاتنين ماشيين مع بعض التاديب او التقويم مع النعمه مع المحبه مع التشجيع وفي العاده الاولانيه التشجيع والمحبه يسبق الثانيه يعني مثلا بتلاقي الرسول بولس هيتكلم بكلمات قويه جدا 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 ومؤلمه للمؤمنين في كرونسوس لكن قبل ما يقول الكلام ده في الرساله عطى كلام تشجيعي في الاول يعني ده بفهم كده من الكتاب ان انا قبل ما ادب اولادي لان يبقى عندي اتجاه شافوه فيا ان انا دايما بشجع دايما بحضن دايما بقدم محبه دايما ببذل من اجلهم لان شوفوا ده عشان لما اقدبهم بقى يقبلوا التاديب ما يحصل لهمش انهيار نفسي الرب هنا بيتعامل مع يعقوب بنعمة غنية جدا 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 يعقوب أخطأ خطأ ضخ إنه الرب وعده بالبركة هو بقى خد البركة بدراعه بطرق ملوثة خد البكورية بانتهازية بعدم محبة لأخوه يبقى الوسيلة غلط وخد البركة بخداع خدع أبوه الشيخ واستغل إن أبوه أعمى ما بيشوفش وكذب عليه فالوسائل بتاعته غلط فإذا هو محتاج يتقدم علشان ما يرجعش للسكك دي. الرب مستخدم مين في التأديب؟ مستخدم عيسو لأن عيسو هو اللي عايز ينتقم. فالرب سايب عيسو سايب عيسو يبين ده علشان يأدب يعقوب لكن في نفس الوقت الرب بيتعامل مع يعقوب بنعمه غنيه. ايه اللي حدث؟ القصه يقول ان يعقوب نام. وراء ادي النعمه بقى يعني شوف جانب في تاديب انت كنت غني بقيت فقير انت كنت في القصر بقيت في السجن انت آآ آآ كنت عندك اصحاب وبقيت وحيد انت كنت عايش في امان اديك مهدد كل ده مهم قوي 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 عشان يعقوب ما يرجعش لسكك القديمه بتاعته لكن في نفس الوقت عشان ما يتدمرش الرب بيعالجه او بيتعامل معاه بنعمه غنيه هتبان الوقت ايه بقى الحدث حدث يقول لك يقول شوف شوف الرب بيتعامل ازاي يقول الكتاب وراء ايه في الوقت ده في الوقت اللي هو غلطان في الوقت اللي هو هربان في الوقت اللي هو في ظروف صعبه في الوقت اللي هو نايم فيه على الصخر مش على السرير زي ما كان في البيت يقول لك في وبيه فقير ما عندوش ما عندوش حاجه لانه هربان بقى فايه؟ يعني هيشيل معاه ايه؟ يقولك لك ورأى حلما لان الثروه في ذلك الوقت كانت عباره عن الحيوانات الاغنام آه هي دي الثروه فمش مش هي، مش هيهرب ومعاه كذا خروف مثلا ما ينفعش رأى حلما واذا سلم سلم يعني منصوبه على الارض وراسها يمس السماء، السلم ده بيتكلم عن ان في سكه سلم سكه بين الدور ده والدور ده فدي اول حاجه الرب عايز يقول له في سكه بينه وبينك. عايز يقول له رغم انك انت غلط لكن انت لسه ابني. زي الابن الضال اه وقع في الخطيه لكن فقد بنويته لا انت بقيت ابن للرب ستظل ابن للرب. دي حاجه مش هتتغير. بس ممكن تبقى ابن عاق ممكن تبقى ابن في الكره البعيده بتبهدل نفسك لكن لا تزال ابن ما فقدتش البنويه لان لما الابن الضار رجع ابوه قال ابني هذا ابني مش عدوي ابني فدي اول حاجه الرب عايز ياكد ليعقوب ان انت السكه اللي بينك وبيني لسه موجوده وانا ما تخلتش عنك ده بالظبط زي ما الرب عمل مع بطرس يعني بطرس انكر المسيح كم مره ثلاث مرات وسبب الانكار الكبرياء لانه كان شخص متكبر وكان فاكر ان هو احسن واحد وواثق في نفسه وانه بيحب الرب اكتر من بقيه التلاميذ وانه بيخدم الرب اكتر منه فهم لو شكوا وانكروا الرب هو مش هينكر بسبب الكبرياء الشيطان قدر يغلبه وانكر الرب ثلاث مرات الرب عمل ايه اول حاجه اول ما انكر والرب كان في المحاكمة يقول لك نظر إلى بطرس نظر ليه؟ عشان يقول له أنا لسه بحبك وعشان كده بطرس اتأثر جدا وبكى بكاء مرا وبعد القيامة على طول بعد الرب ما قام ده أنكرك يا رب ما فيش ما مرش تلات أيام ما مرش أنكرك يعني يعني أنكرك قبل ساعات من الصلب و في ليلة الصلب وأنت يعني قمت في اليوم التالت اول ما ظهر الرب ظهر لبطرس يقول الكتاب وظهر لبطرس ليه ما ظهرش مثلا ليوحنا مثلا لوحده لا ظهر لبطرس ليه عشان بطرس محتاج يعرف من الرب انه لسه الرب بيحبه وان الرب ما تخلاش عنه وان الرب لسه معتبره رسول فده الرب فالرب عايز ليعقوب يقول ليعقوب بالسلم ده رغم انك انت غلط لكن انت السكه بيني وبينك انا ما قفلتهاش تخل... ما انا ما تخلتش عنك انا بس بنقيك انا بس بغسل الوساخه القذاره اللي جت عليك بشيلها منك انا بس ده اللي بعمله لكن انت لا تزال ابني ولا تزال ولا يزال انا اب ليك يقول لك راح حل من واذا سلم منصوبه ده حلم من الرب على الارض وراسها يمس السماء يعني لما نبقى في ظروف صعبه الرب بيزورنا لما نبقى في ظروف صعبه بسبب اخطائنا الرب بيزورنا ممكن يزورنا باحلام ممكن يزورنا آآ آآ تحس بحاجه جوه قلبك غير عاديه وفرح وزياره من الروح القدس يعني الرب يزورنا ونحن في الظروف الصعبة حتى لو كانت الظروف الصعبة دي بسببنا، يعني يعقوب هو اللي حط نفسه في هذا الظرف، لكن مع كده الرب بيزوره وبيزوره في حلم وحلم عجيب ومشجع جدا لأن ما شافش زي ما كان متوقع أن السماء مقفولة، ما شافش هو كان متوقع أن بقى الرب زعلان وأن إيه اللي عمله كده وانه بيكذب وقعد يكذب ويكذب ويكذب على ابوه لا الرب قال له رغم انك غلط ده موضوع انا نقيق منه لكن انت لا تزال ابني ولا ازال احبك والسلم موجوده يا يعقوب والسماء مفتوحه ليك عزيزي المشاهد لو انت ابن للرب عمر الرب عمر الرب ما يقفل السكه بينك وبينه تعالى وارجع للرب وهيقول الرب هيقدم لك العجل المسمن زي ما عمل مع الابن الضال عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الاسد في الخارج هديه مجانيه من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تاجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بايه استفسارات او طلبات خاصه نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at .org او العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هيليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية أو ريفرز اوف لايف، بي او بوكس 433، جرينفورد، يو بي 5، ناين بي جي، يو كي، أو أرسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة إس ام اس على 012 012-2577-88 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية